جميعنا نتذكر قصة الفستان الذي أثار حيرة العالم أجمع بلونه أبيض وذهبي أم أسود وأزرق، حين انقسم آلاف المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اللونين الحقيقيين لهذا الفستان. اليوم نواجه تحدا جديد يتعلق بالسمع، فقد أثار مقطع صوتي قصير لصوت كمبيوتر جدلا وانقساما كبيرين بين مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويقول التسجيل الصوتي كلمة واحدة، ولكن التساؤل حول ما إذا كانت هذه الكلمة هي ياني أو لورو هو مصدر الخلاف بين المستمعين. I'm hearing Laurel right now. Yeah. I'm hearing Laurel there too. Yanny. Really? Yeah. I'm hearing Yanny. I'm hearing Laurel. This is crazy. Yeah. Yanny. But actually, this morning I heard Lauren, so it's weird. I don't know what's going on. Yeah, Yanny. Definitely Yanny. Definitely Yanny. Yanny, yeah. Yanny, Yanny, all the way. I don't hear any L. No. No, my son thinks it's Laurel, but I hear Annie. Yeah. Okay. I don't hear any.